هي بسمة تساوي الأمل، تخص أطفالاً لا تفارق البراءة عيونهم الصغيرة. بسمة مصيرها بين أيديكم، فلنرسمها على شفاه طفل لم يعرف من العمر إلا طراوته. ربما كانت أيامه معدودة. بسمة لعلها تنعشه، تحييه، أو ربما تبقيه بينكم أياماً وسنوات. موجوع؟ بدك أمك تكون معك؟ أدي صار لك هون؟ أنت بتعرف شباك؟ اشتقت ترجع على البيت؟ شو بدك تشتغل بس تكبر؟ في أمل كبير. ما تخاف. عمري 5 سنين ونص. خلي هون في 7 سنين. لا ما خرجني. عجقة بالمكان. الكل عم بيهتم بولد عمره 5 سنين اسمه رام. عم بيتوجع، بس ما حد عم بيعرف مصدر الوجع. أطباء، ممرضات، كلها وجوه غريبة، بس الدموع كانت عم تنزل من عيون، من أصغر عيون. هالعيون بريئة وعم تلمع. كل هالوجوه ترك ماجد بهالمشفى بعد ما داهمه الوقت وتذكر إنه عنده شغل كتير بالمكتب. 5 دقايق بالشغل قدرت تنسي ماجد معاناة الطفل رامي اللي هدي، كأنه عم بيستنى السكون ليرجع لذاكرته الضعيفة نظرات ماجد اللي انغرست بقلبه الصغير. عم بيسأل حاله ليش هالشاب بالمشفى؟ ليش عم بيتطلع بعيوني كتير؟ يا ترى اجا ليشوفني ولا ليزور حدا تاني؟ عذابات قاسية عاشها رامي، بس الأمل إنه يشفى مع بسمة كبير. مين بسمة؟ جمعية بسمة جمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان. هدف الجمعية الأساسي هو الارتقاء بالواقع الصحي والاجتماعي والنفسي للأطفال المصابين بالسرطان بالجمهورية العربية السورية. الشيء بيتم من خلال عدة برامج موجودة بتقوم فيها الجمعية. بشكل أساسي تقسم إلى برامج الدعم المادي والدعم النفسي الاجتماعي والتوعية. أول شيء صار وجهي أصفر. جابتني أمي هون، قال بدي نام بالمشفى. نمت، بعدين طبت، صرت آخذ حبة وقبر، بعدين تكسر. الأطفال المصابين بالسرطان أثناء معاناتهم من الأعراض السرطان وتشخيص هذا المرض ومروراً بمراحل العلاج كاملة، بغض النظر عن نتائج هذا العلاج واللي للأسف بعض الأحيان بتكون غير سارة، الطفل بيمرق بإجراءات كتير مزعجة ومتعبة ومؤلمة بتأثر على الناحية النفسية تبعه وبتخليه يضعف. نحن انتبهنا لهيدي النقطة ومنعطيها قدر كبير من الاهتمام، عشان هيك منركز ببرامجنا على دعم هدول الأطفال نفسياً واجتماعياً. بالسابق كان الأطفال كل الإجراءات التشخيصية والعلاجية مثل بزن نقي العظم وخزعة العظم كانت تتم بدون تخدير. هذا الإجراء بحد ذاته سبب ألم كبير وفظيع وغير محمول عند هؤلاء الأطفال. نحن فكرنا أنه نحن ممكن نقوم بهي الإجراءات تحت التخدير العام، وهذا الهدف اللي نحن حققناه بتأمين غرفة بتم فيها تخدير هالأطفال، تتم هي الإجراءات تحت التخدير العام دون أي معاناة ودون أي آلام ممكنة.
اسمي محمد من حلب. اكتشفنا البنت انه معها كتلة على اساس انه كتلة دهنية، كانوا يقولون هنيك الدكاترة. يجونا هون شخصنا وانه طلع مرض سرطان. لما جينا على المشفى ما لقينا يعني على اساس سكن، انه احنا ما بنعرف، بحس ما بنعرف حدا هون. ما لنا غير المطرح الملجأ الحديقة. وطبعا احنا على حالتنا هاي ما فينا نروح نستأجر الشهر ب 7000. لما سميته حمادة ما كنت عارفة انه مرضه شو هو. يعني خلق ابني ما في شيء. اكتشفت مرض ابني هون بالشام انه عنده سرطان بالعظم، وكتير تعذبت. الشنطات من بلد لبر في 5 ساعات من ريحة لهون. جوزي بيشتغل حداد، يوم بيشتغل وعشرة بيقعد. يعني وضعنا تعبان شوي زيادة. شو بدي اشكي لك عن حياتي؟ كتير تعذبت وكتير انظلمت معه صغير. صار لي 3 سنين عم عاني. ياما نام على البلاط، ياما ننطر طول الليل بالحديقة العامة وما معه يدفع أمرار أجار الأوضة. مرة يدفع ومرة ما معه. أنا عرفت من مرة ختيارة بالمشفى طبعاً، بنفس كنا إحنا وياها بنفس الطابق بنفس الأوضة ساكنين، يعني عنده بنت وأنا عندي بنت. إيه بلشت من كلمة لكلمة ووصلتها إنه اللي قتلنا في جمعية اللي بس ما تأمن لكم سكن وتأمن لكم دواء زي ما في إمكانيات مثلا نجيبوا الدواء من برا. هلا كل شيء يطلبونه من الدكاترة تأمننا يا جمعية بسمة. والله يعني هل موجود هلا أحسن لما كنا بالأول، يعني أقل شيء هلا مرتاحين نفسيا، يعني ساكن بيت مثل اللي ساكن بالشارع. وأنا بشكر هالجمعية الخيرية اللي عملت هالشيء لهالأطفال المريضة. يعني لولاهم كانوا يعني الأطفال وين بدوا يناموا، واللي ما معه مصاري يعني واللي متشرد. يعني كتير كتير أنا بتشكرهم على هالشي، وبتمنى إنه يكون أحسن من هيك الجمعية وتتوسع ويساعدوا أكتر من هيك، وكتر خيرهم على الأدوية اللي عم بيعطونا إياها. قبل بسمة كان من الصعب عقلنا يتصور إنه هالأجسام الغضة مصابة بالسرطان، بس الحلو إنه نقدم لهم اللي بزرع الفرحة لوجوههم البريئة، هالبراءة اللي عم بينهش المرض والألم بس عم بيحيى الأمل. العلاج الكيماوي يلي بتلقوه الأطفال علاج مكلف جداً، صعب على أي شخص أنه يتحمله، وبكثير من الأحيان نحن نتعرض لنقص بهي الأدوية. عشان هيك كان الهدف الرئيسي للجمعية والأساسي واللي بدأنا فيه أنه نأمن هذا الدواء لجميع الأطفال لحتى يتمكنوا من أنهم يأخذوا العلاج الكيماوي بالوقت المناسب دون أي تأخير، لحتى نضمن الفائدة العظمى من هذا العلاج لهؤلاء الأطفال. بعرف ان انا معي مرض قائل المرض بالدم. هذا قص في عملي لإله، بس ما عملت انا تحاليل، ما طابقت مع اخواتي. بدي متبرع لحتى يتبرع لي يسحبوا له من ظهره ويحطوا لي لإله مشان بالعملية. بلشت العلاج، رحت على المشفى وتعالجت. بتمنى لكل ولد يشفى ويصح ويصير مثل ما صحيت، يرجع لحياته الطبيعية. ضلت 3 شهور بغرفة منعزل لحالي مشان ما ينتقل لأي شيء، وبعدها برجع طبيعي. قبل
عنده مرض. هي قصة حياته، حياة أولادنا اللي ما كنا نتخيل إنه رح يكون فيها قسوة وألم ومرض. بدكن تسمعوا دقات قلبهم التعبانة أكتر وأكتر، بتحبوا تمرروا إيديكن الدافية على جبينهم المبلل بعرق المرض والألم. هذا اللي كان ماجد عم بيساويه بزيارته لرامي، بس الدنيا اللي عايش فيها ماجد أو يمكن أي حدا منا كفيلة تنسي معاناة رامي ووجع. ورامي عم بيكبر ويكبر، هلأ وضحت الصورة قدام عيونه. كان مصاب بسرطان الكلى، فضل العيلتين الصغيرة والكبيرة الحمد لله هو بينات، وقرر إنه يساعد بدوره هالأطفال ليخفف من معاناته، وصار يروح على المشفى كل أسبوع لأنه بتذكره بمرحلة من طفولته وبالأمل اللي كان مع بسمة كبير. بدي أكبر، بدي أفتح مشفى، بدي أشتغل أكبر مصاري لأمي. بدل 16 سرير خليون يصيروا 160، بدل وحدة تخصصية في دمشق خليون بسوريا يصيروا 10، بدل 20 ممرض متدرب خليون يصيروا 200، بدل طبيبين لمعالجة سرطان الأطفال خليون يصيروا 20. ضيف صفر لنبعد ساعة الصفر.